math first term number 3. هناخده النهارده نمبر ايه؟ 3. هناخده نمبر ايه؟ 3. تاني 3. طب يلا نعرف بقى نمبر 3 بيتكتب ازاي بالليترز. الاول يلا نعده معايا، يلا كاونت، يلا 1 2 3. ها 3 كاتس يا ميس. 3 كاتس، اكسلنت. يلا 1 2 3. هنا نمبر ايه؟ 3. اكسلنت. How to write number 3. يلا نعرف نمبر 3 بيتكتب ازاي. ها نمبر 3 تي. انا عندي ايه؟ تي اتش هيتنطق ث ث. يعني يا ميس اطلع طرف لساني كده لبره واعمل اول حرفين فيه بمعنى بساوند واحد. او تي اتش. او وبعد كده ار ار دبل اي. اه دبل اي يعني حرفين مع بعض. طب اسمعي كده الساوند بتاعي تي اتش. ها ار دبل اي دبل اي بقى تي اتش دا تي اتش ار دبل اي 3. تي اتش ار دبل اي 3. تاني تي اتش ار دبل اي 3. تاني تي اتش ار دبل اي 3. طب يلا معايا اكتبيه انت. تي اتش ار دبل اي 3. اكسلنت. وانتوا كمان يلا معايا. مش انا بحس بحاجه هنا. ار دبل اي 3. مش انا بحس ان كابيتال وينفع اكتبها بالسمول. برافو. ينفع تتكتب لدور تي بالكابيتال وينفع يتكتب لدور تي بالاي بالسمول. write with letters. يلا نكتب عندنا ايه؟ 1 نمبر ايه؟ 1. اه يا ان اي 1. اكسلنت. طب ده نمبر ايه لسه؟ 3. يلا نكتبوه تي اتش ار دبل اي. اكسلنت. انا قلت تي اتش بتتنطق. اكسلنت برافو. اتش ار دبل اي 3. سبلاي. اكتب الحرف الناقص. هنا عندي ايه؟ انا قلت ايه نمبر سي معاها ايه على طول. برافو. الاتش هي اللي ناقصه فيها. طب وهنا دبل اي. اكسلنت. معايا سؤال المتفوقين. سبلاي اكتب الحرف الناقص. مديني هنا نمبر 2 ونمبر 3. يلا هتعرفي تحلوها. حلو. مثلا عرفت الليدر هنا ولا هنا؟ ينفع هنا؟ ينفع هنا؟ لا اسفل الفيديو في التعليقات. جود باي.